السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المتتبعين والمتتبعات، مرحبا بكم في قناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد. نتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الدرس في أحسن الأحوال وفي صحة وعافية. إذا قبل ما نبدأ إن شاء الله الدرس، يعني غادي ندير واحد الدعاء للناس المصابين بهذا الوباء اللي كنتمنى الله سبحانه وتعالى انه ينزل الرحمه ديالو ويرفع عنا هذا الوباء وهذا الداء. الدعاء هو: اللهم رب الناس، اذهب الباس، انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي الما. اللهم رب الناس، اذهب الباس، انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي الما. اللهم اشف جميع مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اذا ان شاء الله الدرس ديال اليوم باذن الله غادي يكون هو الدرس ديال التراكيب، واللي العنوان ديالو هو عناصر الجمله الاسميه. اذا عناصر الجمله الاسميه، اذا كما يعني درسنا في الدروس السابقه الجمله الاسميه، وكذلك فرقنا بينها بين الجملة الفعلية. إذن إلى لاحظنا هنايا في الخانات غادي تشوفوا المثال الأول، الخانة ديال الجملة الإسمية. المثال الأول، الجملة الأولى تقول عفوا، الجملة الأولى هي: الفلاح مجد، الفلاح مجد. إذن إلى لاحظنا هذه الجملة، هذه ديال الفلاح مجد، بماذا ابتدأت الجملة؟ ما هو نوع الكلمة؟ هذه الكلمة ديال الفلاح. إذا كلمة الفلاح هي اسم، كلمة الفلاح هي اسم، الفلاح مجد. إذا الكلمة الأولى ما هي الحالة الإعرابية ديالها؟ الفلاح، يعني الحالة الإعرابية ديالها أنها مرفوعة. إذا الفلاح، إذا كل جمل الاسم الذي تبتدئ به الجملة، الاسم الذي تبتدئ به الجملة الذي يكون في أول الجملة، الاسم كنقول اسم، يسمى مبتدأ، يسمى بالمبتدأ. هذا لماذا سمي المبتدأ؟ لأن ابتدأت به الجملة، أن الجملة ابتدأت باسم، وهذا الاسم الذي تبتدئ به الجملة دائما يكون مرفوعا ويسمى في علم النحو بالمبتدأ. والمبتدأ من ماذا جاء لها كلمة المبتدأ؟ هذا اسم مفعول جاء من كلمة، من فعل ابتدأ، ابتدأ. إذا جاء من فعل ابتدأ. إذا الكلمة، كلمة الفلاح هنا تسمى المبتدأ، هي الفلاح. الفلاح في هذه الجملة هو العنصر الأول الرئيسي في الجملة الإسمية. العنصر الرئيسي ولا العنصر الأساسي في الجملة الإسمية، العنصر الأول الأساسي في الجملة الإسمية هو المبتدأ. وما كما قلت أن المبتدأ هو الاسم الذي تبتدئ به الجملة، لذا سمي بالمبتدأ، ويكون إلى لاحظنا الحالة الإعرابية ديالو دائما يكون مرفوع، دائما يكون مرفوع. إذا لاحظنا بأن الفلاح، إذا وقفنا عند كلمة الفلاح، هل المعنى تام؟ إذا قلنا فقط الفلاح، المعنى ليس تاما. إذا السامع هنا ينتظر ما بهذا الفلاح، إذا اللي كيسمع الفلاح، السامع ينتظر ما بهذا الفلاح، يعني يريد مزيد، يريد الخبر. الفلاح مجد، إذا كلمة مجد هو الخبر الذي أتم لنا معنى المبتدأ، مجد. وكما تلاحظون كذلك بأن كلمة مجد كذلك جاءت مرفوعة، مجد. والكلمة الثانية والعنصر الثاني الأساسي في الجملة الإسمية هو مجد، وهو الخبر، مجد وهو هذا الخبر. إذا العنصر الأول الأساسي في الجملة الإسمية هو المبتدأ اللي هو الفلاح، الكلمة التي تبتدئ بها الجملة. والعنصر الثاني هو مجد، هو الكلمة التي تتم لنا معنى المبتدأ، يعني الخبر الذي ننتظره. الفلاح ماذا؟ الفلاح مجد، وكلاهما مرفوعين، الفلاح مرفوع
كذلك مجد مرفوع. نمر إلى المثال الثاني، القط جميل. القط جميل كذلك نوع الكلمة التي ابتدأت بها الجملة هو اسم القط. إذن الجملة اسمية كما نعلم، القط إذا الاسم هي جملة اسمية، القط هو الاسم الذي ابتدأت به الجملة. القط إذا هو يسمى المبتدأ لأنه كما قلنا هو الذي ابتدأت به الجملة، ويسمى في علم النحو بالمبتدأ. والمبتدأ كما تعلمون يكون دائما مرفوع، يعني المبتدأ والخبر كلاهما كيجيو مرفوعين، كيكونوا مرفوعين. إذا القط كما قلنا إذا توقفنا عند كلمة القط، السامع سينتظر ما بهذا القط، يعني الخبر. القط جميل، إذا جميل هو الخبر الذي ينتظره السامع. إذا القط جميل عفوا هو خبر، هو الكلمة الخبر الذي أتم لنا معنى ديال المبتدأ جميل. وكان كما تلاحظوا كذلك جميل، جميل كذلك جاء مرفوع. إذا القط مرفوع، والحركة ديال المبتدأ عفوا ديال مرفوع، والخبر كذلك جميل مرفوع، كلاهما جاءوا مرفوعين. إذا نمر إلى المثال الثالث، الساحة نظيفة. الساحة نظيفة كما السؤال، العنصر الذي الأول الذي ابتدأت به الجملة هو نوعه هو اسم. الساحة الحالة الإعرابية ديالو مرفوعة، إذا الاسم الذي تبتدئ به الجملة دائما يسمى بالمبتدأ، يسمى المبتدأ. المبتدأ إذا الساحة هنا هي المبتدأ، الساحة. ودائما كما قلنا المبتدأ يكون مرفوعا، والمبتدأ جاء والتي تبتدئ والاسم الذي تبتدئ به الجمل، الاسم الذي تبتدئ به الجمل هو الذي يسمى بالمبتدأ. والخبر الذي يتم معنى المبتدأ كمجد وكجميل وكنظيفة هو الخبر، هو الخبر. نظيفة هو ما أخبرنا به القائل، يعني ما أخبرنا به. إذا الساحة نظيفة هو الخبر الذي كنا ننتظره، إذن حيث إذا فقط توقفنا عند كلمة الساحة سيكون هناك تساؤل، ما بهذه الساحة؟ الساحة ماذا؟ الساحة الخبر، والساحة نظيفة أخبرنا بأن الساحة نظيفة. إذا كلمة نظيفة هي الخبر الذي أتمت لنا المعنى ديال المبتدا. وكما تلاحظون ان المبتدا مرفوع كذلك نظيف، الخبر كذلك مرفوع، الساحة نظيفة. نمر الى المثال الاخير في هذه الخانة في هذا الدرس، اذا الجو معتدل. الجو معتدل كذلك كلمة الجو هي اسم، نوع الكلمة هو اسم. وكما قلنا سابقا أن الاسم الذي تبتدئ به الجملة يسمى مبتدأ، لما قلت يعني أعيد وأكرر أن المبتدأ جاء بفعل ابتدأ، لأن الكلمة التي تبتدئ ماشي الكلمة الاسم عفوا الاسم الذي تبتدئ به الجملة يسمى مبتدأ ويكون مرفوعا. كتلاحظوا أنني الحركة الإعرابية ديال آخر الكلمة كتبت باللون مغاير، إذا الجو. إذا المبتدأ هو كلمة الجو، هنا هو الركن أو العنصر الأول الأساسي هو الجو. الجو ماذا؟ المعنى لم ليس تام. إذا توقفنا عند كلمة الجو كذلك في هذه الجملة، الجو ماذا؟ يعني لا زلنا ننتظر المعنى، تتمة المعنى. إذا معتدل، إذا الخبر هو ماذا؟ أن الجو معتدل، وهذه كلمة معتدل تعتبر تسمى في علم النحو كما قلت هو خبر كذلك، معتدل. إذا كذلك معتدل مرفوعة. أعيد، العناصر الجملة الإسمية، الجملة الإسمية هي التي تبتدئ بالإسم، وعناصرها هي تتركب الجملة الإسمية من مبتدأ وخبر، هما العنصران الأساسيان في الجملة
الاسميه. الفلاح مجد، الفلاح مبتدا مجد الخبر. القط جميل، القط مبتدا جميل الخبر. الساحه نظيفه، الساحه مبتدا لان ابتدات بجيل الملك كما قلت نظيفه الخبر لان اخبرتنا، يعني جاء هذا هو الخبر ديال الذي كما قلت اتم لنا معنى ديال المبتدا. الجو معتدل، كذلك الجو مبتدا معتدل خبر، وكلا المبتدا او الخبر يعني ياتيان مرفوعين، يعني كيجيو مرفوع، المبتدا مرفوع وكذلك الخبر مرفوع. اذا كنمروا النموذج ديال الاعراب ان شاء الله. اذا كما تلاحظون في السبوره هنا عندنا واحد النموذج، لدينا نموذج في الاعراب، نموذج في الاعراب. الفلاح، الفلاح مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره على اخره. اذا هذا هو الاعراب ديال كلمه الفلاح. الفلاح مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره على اخره. مجد خبر مرفوع بالضمه الظاهره على اخره كذلك. هذا هو النموذج ديال الاعراب. اي جمله كانت جاتكم بحال هذا الشكل، هذا اتت على هذا الشكل، مثلا المعلم حاضر، المعلم مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره على اخره، حاضر خبر مرفوع بالضمه الظاهره على اخره. اذا هذا فقط نموذج في الاعراب. الى يعني صادفنا مثل هذه الجمل فهي لديها نفس الاعراب، نفس الاعراب انه مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره على اخره، مجد كذلك خبر مرفوع بالضمه الظاهره في على اخره. هذا هو النموذج ديال الاعراب لمثل هذه الجمل. الان نمر ان شاء الله الى القاعده، نمر الى كتابه القاعده. تتركب الجملة، الجملة الإسمية من مبتدأ وخبرين مرفوعين مثال الملعب كبير، إذن القاعدة تقول تتركب الجملة، تتركب الجملة الإسمية من مبتدأ وخبر مرفوعين مثال الملعب كبير، الملعب كبير. إذا تتركب الجملة الإسمية من مبتدأ وخبر مرفوعين. إذا أهم العناصر، إذا العنصران الأساسيان التي تتكون منهما الجملة الإسمية هي المبتدأ والخبر ويكونان مرفوعين. هذا هو الدرس كمثال كما قلت، هو الملعب كبير، الملعب كبير. هذا هو كان الدرس ديال اليوم، هو يعني عناصر ديال الجمله الاسميه، ودرس سهل جدا وبسيط لان يلا بدينا كنتعلموا نعرفوا غير كما قلت ان يلا غنتعرفوا في هذا الدرس على فقط على العناصر ديال الجمله الاسميه.
لا زالت هناك يعني دروس أخرى تتعلق بهذه الجملة الاسمية، وكذلك بالمبتدأ، وكذلك بالخبر، بأنواع الخبر. الدرس المقبل إن شاء الله يكون أنواع الخبر، لأن هنا الليلة كتلاحظوا بأن الملعب كبير، هناك فقط الخبر جاء هنا مفرد. يعني هناك الدرس المقبل إن شاء الله بإذن الله سيكون أنواع الخبر، ونتمنى إن شاء الله يكون الدرس خفيف، ويكون أنه يعني تلقنتوه واستفدتوا منه واستوعبتوه. نتمنى إن شاء الله نتلقوا في درس إن شاء الله جديد، في وموعد جديد إن شاء الله، وأنتم في أحسن الأحوال وفي الصحة وعافية. وقبل ما يعني قبل ما نسد لا فيديو، تنشكركم جزيل الشكر على المتابعة، تنشكركم جزيل الشكر على التعليقات، كيف ما كانت التعليقات كنشكركم، جزاكم الله خيرا انكم كتاخذوا من الوقت ديالكم وكتعطيونا من الوقت ديالكم. وانت انا حاجة متمنيات ديالنا كقناة ام محمد، الحياة مدرسة مع ام محمد، انا التمنيات ديال انني نكون كنفيدكم، ونكون كنفيد الصغار سواء كانوا صغارا وكبار، لان العلم يعني العلم قال لكم ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلم هو الركيزة الأولى لأي تنمية، لأي يعني الركيزة الأولى في التنمية ديال الدول ولا التنمية ديال الإنسان. والعلم هو كما قلت في يعني اللي تبعني من البداية راه غادي يشوف أن أول سورة هبطت من القرآن هي اقرأ، يعني اقرأ يعني العلم. إذا وأقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم الله، وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.